هذا صرح الثقافي ان شاء الله اللي باش ينطلق تسلمه يعني يوم 6 اكتوبر ان شاء الله يكون مرجع اساسي كموقع تونس واهميه تونس ووجاهه تونس يعني في المغرب العربي وعند العرب وعند الدول المتوسطيه. ان شاء الله ننطلق باشراف السيد رئيس الحكومه في تسلم هذا الصرح يعني في تقريبا جلو، يبقى بعض التفاصيل ان شاء الله ستسلم يعني في مرحله لاحقه.